شايفين هذا الشاب؟ اسمه طلال. طلال إنسان عادي جدا، حتى اسمه عادي، يعني ما في شيء مميز. في 1,763,324 شخص غير طلال بالوطن العربي. يا أخي حتى طوله 1.73 واللي هو كتير عادي، حتى وزنه، ملامحه ولحيته عاديين جدا. بالمختصر ما في أي شيء مميز بطلال، بس يا أخي في شيء غير بطلال، في شيء مختلف فيه. ألو، يلا شباب حبيبي، أنا شوي وبكون برا. لحظة أعرفكم على أصحاب طلال، طارق، حسن وخالد. طول كيف طلال؟ نيجي لطارق، هو صديق طلال المستقر مع عيلته وأولاده، لكن في عنده عادة ما ببطلها. مش هيك عمر هيك؟ وهي إنه دائما بيعطيهم نصايح. شو طلال؟ أنت ناوي تتجوز؟ هيك تتجوز سندب مثلي؟ والله حلو الزواج، وبكرة بتجيبوا أولاد وبتغيروا لكم جو وبتنبسطوا. مزبوط مزبوط، مسؤولية يعني، بس أنت إمتى لازم يعملوه وكيف لازم يعملوه؟ وقد ما كان اللي عملوه صح، هو دائما عنده نصيحة أفضل. بس عشان ما تطمنوا كتير، حتى لو طلال سمع كلام طارق وتجوز، مفكرين راح يخلص منه؟ أكيد لا. هلا منيجي لحسن وخالد، وما في داعي أحكي لكم عن شباب رياضيين ما شاء الله، كل يوم حديد وجيم وبروتين. يا طارق يا حبيبي، شو بدك فيه لطلال؟ هول المواضيع الجواز وما الجواز مش ظابطين، قوم تعا معنا على الجيم انت وياه. شيل الموضوع هيدا السكاي دايفينج والسباحة والطلع على الجبل وهالقصص. اسمع على هالسماعة، يعني الحديد هو الصح والتسلق والركض والسباحة صاروا مش رياضة؟ يا سلام عليكم. بس اخ لو اني طلال شو كنت عملت فيكم. شوف طلع، شوف حسن، شوف العضل يا برا. شوف هيدا هو الصح. لحظة حلوة هالغنية كتير، خليها. بطل يا طلال، خلص صار فاهم كيف يخلي أصحابه يوقفوا نق ويشيلهم من باله. تذكروا لما قلت لكم انه طلال شخص مختلف؟ عن جد هو مختلف. طلال بيطمح ليعيش حياته بتفاصيلها ويعبر عن افكاره حتى لو اختلف مع اقرب الناس عليه. هدفه يعيش الحياه بدون ما اي شخص يوقف بطريقه او يسحبه للخلف، يعني باختصار حياه ايجابيه.